останавливаем. حنا دابا في موسكو، القنصلية ديال المغربية اللي كاينة في موسكو هي هادي. صراحة السلام عليكم، مرحبا. فيديو جديد، نادرا ما كندير لكم فلوقات، ولكن حتى من مرة ملي كندير لكم شي فلوق ضروري كيكون فيه بزاف ديال المعلومات مخشية في فلوق، باش ما يكونش فلوق تافه أولا ما عندوش حتى شي قيمة. في هاد الأواخر درت رحلة لموسكو، وكانت هذه رحلة رقم 8 هاد السنة لمدينة موسكو، المدينة العظيمة. السبب هو تجديد جواز السفر، فاهم؟ كيف كنعرفوا أن الطالب هنايا باش يعاود يدفع الفيزا أو يجدد الفيزا في الجامعة، ضروري خاص على الأقل يكون مازال عنده في باسبور ديالو على انتهاء الصلاحية على الأقل سنة ونصف، فاهم؟ كان أحد طلابي قرب الباسبور ديالو ساري، لهذا قررت انني نمشي معاه موسكو السفاره المغربيه هناك لنقوم بتجديد جواز السفر. بصراحه الناس اللي عمرها دار بروفيسيونيل كيتعاملوا، كيعطيو وقت للطالب. صراحه ما ديما نقول 10 على 10. قضينا الغرض ودابا رجع ان شاء الله شد الطريق ثاني لمدينتنا. الوقت اللي كتدفع في السفاره، اليوم غنعطيك جميع المعلومات على هذا الموضوع. اولا الوقت اللي كتدفع السفاره، راه الباسبور ما كيتمش تجديده في نفس النهار، الموضوع كيحتاج وقت ما بين 20 حتى 30 يوم. لهذا نتايا ما تخليش تقرب تسالي الفيزا ديالك وكذا عاد تمشي تدفع، لا، حاول تجدد ديما رد البال تاريخ انتهاء الباسبور ديالك، وحاول تقوم بالتجديد ديالو مبكرا، فاهم؟ مبكرا. الورق اللي خاص تحتاج انك باش تقوم بتجديد جواز السفر بسيط للغايه، كاين البطاقه الوطنيه الاصليه، ضروري تكون عندك للاسف البطاقه الوطنيه الاصليه. نعرف بزاف كينساوها، الا كنت نسيتيها راه يمكن والديك يصيفطوها لك عند مع شي حد هنايا. البطاقه الوطنيه الاصليه، نسخه منها جواز السفر الاصلي، هذا اللي قرب يسالي اللي عندك، نسخه منه 8000 روبل ورقيه، ماشي ميمكنش تما تخلص بالكارطه ولا شي حاجه، 8000 روبل ورقيه وجوج صور صغار. غادي تجي لجوجل، غادي تكتب فقط باللغه العربيه السفاره المغربيه في موسكو. شوف هنايا لتحت كيتعطاك ها الادريس ديالها فين كاينه في موسكو، ها رقم التليفون ديالهم باش تواصل معاهم، وكذلك ايام العمل معاش كيفتحوا وكذا، وفي هذيك اللحظه اللي انت اللي غتكون فيها في موسكو واش مغلقين ولا 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 لا ولا مفتوحين، باش ما تضربش تماره على والو. وعندك هذا هو الموقع الرسمي ديال السفاره، هو كونسولا نقطة ام ا، كونسولا نقطة ام ا. دابا غنقول لكم علاش، وريتكم حتى الموقع الرسمي. اول حاجه خاصك دير هي تتصل بهم، ضروري تتصل بهم، يعني لان قدر هاد الفيديو يشوفوه من شي واحد من الناس شي 20 عام، يعني غيبقى في يوتيوب، قدروا ديك الساعه يكونوا غيروا الوثائق المطلوبه او شيء من هذا القبيل. تتصل بهم غتجاوبك، هنايا كتجاوب سيده روسيه، كدوي باللغه الروسيه وكدوي باللغه الفرنسيه. في حاله انت لقيتك ما كتعرف لا اللغه الروسيه ولا اللغه الفرنسيه، راه كتعطيك لاحد الموظفين الاخرين المغاربه اللي كاين في القنصليه باش يدوي معاك بالدارجه، لهذا ما تخاف والو. المهم انك تصوني ليهم، علاش؟ باش تعرف تاكد واش غيروا هنا، يعني مستقبلا. الان الوثائق المطلوبه هما هذه اللي قلت لك، مستقبلا يقدروا يكونوا غيروا شي حاجه، الله اعلم. تاكد شنو هي الوثائق المطلوبه، وكذلك تاكد هذاك النهار اللي باغي تمشي فيه نتايا واش غادي يكونوا فاتحين ولا لا، فاهم؟ لان احيانا كيكونوا هنايا اعياد في روسيا وانت مساق اخبار، فاهم؟ لهذا دوما تاكد داك النهار اللي غادي تمشي فيه نتايا واش غيكونوا فاتحين ولا لا، باش ما تمشيش حتى لموسكو على والو. حاجه اخرى، نتايا كنعرفوا ان روسيا كبيره بزاف، 100% من عاد بغيت تحتاج انك تمشي لموسكو راه ضروري غادي تبات تمايا على الاقل ليله، على الاقل ليله، راه ما يمكنش غادي تمشي معها توصل غادي ترجع تبات في الزنقه ولا شي حاجه، راه ما يمكنش. النصيحه المهمه اللي بغيت نقول، ضروري حجز الهوستل، حجز البلاصه الهوستل فين غادي تبات قبل ما تمشي تما، ماشي تمشي تريسكي تمشي تال تما عاد بدا تقلب، لان موسكو هذيك تقدر ما تلقاش بلاصه. وقعت انا واحد المره في موسكو، بقيت كندور نهار كامل عاد لقيت بلاصه وبزز،
فاهم، لان حتى هنا في روسيا معروفين كي كي كيحزوا البلايص، كتلقى هو مثلا راه غادي يسافر الشهر الجاي البلاصه كذا كذا، حاجز بلاصته هو من دابا فاهم. تصل بسميتو، كاين بزاف ديال التطبيقات يمكن لك تستعمل توتو تي او تي او، دابا نكتبو لكم هنايا، تحزز منه هوستل، وكذلك يمكن تحزز، يمكن تستعمل مثلا عن طريق يانديكس فاهم، وكذلك يمكن تحزز فقط تحجز كذلك عن طريق افيتو فاهم. تكتب تدخل افيتو، تكتب مثلا موسكو هوستل في موسكو، غيطلعوا لك بزاف، تواصل معاهم، حجز مسبقا كتعطيهم الطريق التاريخ اللي غادي تجي فيه، وكيمكن لك انك تدفع تخلصهم بامان، ما تخاف والو، هوستل ولا كذا ما ينصب عليك من حتى حاجه، معروف الادريس ديالو، معروف كل شيء، وغتخلص وغادي تحجز. بس نهار تمشي تمايا تمشي وانت مرتاح، انت الا مشيتي تما لقيتيش فين تبات راه غادي تبات في الزنقه بكل صراحه، ما كاينش اللي غادي يدخلك من البرد. يمكن الطريق الموقع الرسمي، هذا الموقع اللي عطيتكم راه ماشي عطيتو لكم عن فراغ. علاش؟ دابا باش انك تمشي للقنصليه تجدد الباسبور، ولا دير شي كذا شي وكاله، ولا دير كاين بزاف ديال الامور، يمكن التسجيل العدلي كذلك يمكن تطلبها من موسكو، لكن ضروري انك تحجز موعد، ماشي غير تمشي تجي وتحجز من طريق هذا الموقع هذا اللي وريتكم. تما عاد دير الاكونت ديالك بشكل بسيط، الموضوع تمام واضح فاهم، شي نهار يعني اذا احتاجيتو ان نشرح لكم الطريقه بالتفصيل نقدر ندير شي فيديو اخر باش ما يكونش هذا الفيديو طويل بزاف فاهم. ضروري تحجز موعد، ضروري تحجز موعد عاد تمشي السفاره باش تقضي الغرض ديالك. بكل صراحة وهذه ماشي مجاملة، كان التعامل ديال الموظفين تما الله يعمرها دار، وخصوصا بعض الأشخاص غير للأسف ما عرف السمية ديالهم، واستحيت أنني نسولهم سميتهم ولا كذا، الله يعمرها دار فعلا كيتعاملوا مع الطالب، خصوصا أنا شفت أنا مشيت تما كطالب، وتا الشخص اللي ديتو معايا باش يجدد الباسبور يعني كطالب، وشفت طلبة أخرين تما دخلوا خديو الغرض ديالهم، كيتعاملوا معاك كأنك ولد البلاد، كأنهم خوتك الكبار فهمتي، يعني كيتعام قمة يعني التعامل ممتاز. السيرفيس كان صراحة كنشكركم بزاف، خصوصا شي اشخاص، واحد الشخص تمايا كان طويل شوية، قمة صراحة كيتساعد مع الطلبة بزاف فاهم، كيسول هذاك كيعاود كي شفت شي وحدين عاودوا ليه السؤال ثلاثة المرات وجاوبهم بخاطر، لا كيفاش هكذا 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 فاهم. كنحتارم وكنشكر السفارة المغربية اللي كاينة في موسكو على هاد الجودة في التعامل وفي الخدمات ديالها مع ولاد بلادها هنا في روسيا. كنتمنى انني نفعتكم في هذا الفيديو كذلك بحال جميع الفيديوهات الماضية، اللي يعجبو الفيديو اللي نفعو دير لايك، بارطاجيه مع الناس اللي كيحس انهم هذه المعلومات يعني غادي تفيدهم، واقترحوا لي في التعليقات شنو بغيتوا في الفيديوهات القادمه نحاولوا نلقاو. كنقلب دابا بالرق الناس شي مواضيع اللي مازال ما درتش عليها فيديوهات، والله يوفق الجميع، ديما ردوا البال الوثائق ديالكم وتاريخ انتهاء الصلاحيه ديالها، خصوصا الفيديو انا دويت فيه على جواز السفر، ان بشحال من واحد كيجي كيوصل وقت فيه مثلا كيقرا هو فشي بلاصه وباغي يدفع يعني التخصص بعد انتهاء السنه التقديريه، فالاخر كيقول ليه للاسف ان الباسبور ديالك قرب يسالي ما يمكنش، وكيلقى راسو واقع في مشكل كبير، كيلقى يعني الوقت ما يكفيش كذا، خاصو يمشي حتى المغرب باش يسافر له انفيتاسيون جديده وكثير من التفاصيل الاخرى. شوفوا ان شاء الله فيديو جديد، والسلام عليكم. Yeah.
Переход на кольцевую линию. Поезд следует до станции Салаева.